أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربك
رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي يسأله من في السماوات والأرض؟ كل يوم هو في شأن، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس،
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل صيران فبأي آلاء ربكما فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.